السلام عليكم أعزائي الطلبة، أرحب بكم في درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية الصف الثاني المتوسط. عندنا اليونت 5 Access in Information. Access in Information الوصول، الدخول للمعلومات أو الوصول للمعلومات، الحصول على المعلومات. Accessing Information الوصول للمعلومات. خلينا نشوف، يقول why would you go to this to these places, why would you go to these places، لماذا انت سوف تذهب الى هذه الامكنه. خلينا نشوف نمبر 1. لاحظوا هنا اعزائي شوي نعطيها زوم بسيطه نكبر. هنا يقول لي library reference section، هنا المكتبه، قسم المراجع، قسم المصادر المراجع، انترنت كافي مقهى الانترنت، وانفورميشن ديسك هنا هذا مكتب المعلومات انفورميشن. خلينا نشوف، يقول لي ناو ريد اند تشيك يور ايديز، والان اقرا ودقق افكارك. نعطيها هم شويه زوم. يقول ماست لايبراريز هاف ا ريفرنس سيكشن، اغلب المكتبات يكون لديها او تمتلك قسم بقسم المراجع. You can't borrow the books in a reference section. أنت أو أنتم، هنا المخاطب مجموعة يعني مو يقول أنت، أنتم خاطبنا كنا يعني، لأنه هو جاء نقرأ مقالة ويخاطبنا جميعا. يقول you can't borrow، أنتم لا يمكنكم استعارة الكتب في قسم المراجع. You have to use، أنتم يجب عليكم استخدام them، use them in the library، في المكتبة، أنتم يجب عليكم أن تستخدموها في المكتبة. If you want to know فإذا أنتم أو فإن أنتم أردتم to know where Berlin is، أين يعني تكون أو أين هو مكان برلين، you can look it up، يمكنكم التفتيش أو البحث in an atlas، في الأطلس يعني برلين، مدينة برلين عاصمة ألمانيا، capital of Germany. إذا أنت تدور على اسم، هذا المقصود تدور على اسم مدينة مثلا، أنت تبحث عنها وين في الأطلس. If you want to learn about Saladin، إذا أنتم أردتم التعلم حول صلاح الدين القائد المعروف، you can use an encyclopedia، يمكنكم استخدام الموسوعة الانسيكلوبيديا. In some towns، في بعض المدن، there are internet cafes، يوجد هناك مقاهي انترنت. If you need to use the internet، إذا أنتم احتجتم لاستخدام الانترنت، يمكنكم الذهاب إلى مقهى الانترنت and pay، والدفع، تدفعون فلوس to use a computer، لاستخدام الحاسوب. You can talk to your friends، يمكنكم التحدث إلى أصدقائكم on a special networking sites، هنا هاي يمكنكم التحدث لأصدقائكم on عبر social networking sites، مواقع التواصل الاجتماعي، social اجتماعي، networking place، هاي اللي يعني المواقع العاملة، اللي مقصود بها مواقع التواصل الاجتماعي، يعني المقصود بها اللي معرفة الفيسبوك وتويتر وغيرها. Read the news or look at blogs. القراءة يعني إذا أنتم، سنرجع للجملة، يمكنكم التحدث لأصدقائكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقراءة الأخبار أو look at blogs، والنظر إلى هاي البلوجز المدونات اللي تصير، مدونات مشهورة، بلوج، أوكي، بلوجز. Travelers المسافرون can get information، يمكنهم الحصول على المعلومات from the information desk، من مكتب المعلومات at an airport، في المطار، or from أو من a tourist office، أو من مكتب السياحة in a town، في مدينة، في المدينة يعني، في مدينة معينة. They can find out، يمكنهم اكتشاف. They can find out about hotels، يمكنهم يعني find out، اكتشاف فيما يتعلق بالهوتيلز، الفنادق.
buses and taxis والباصات في يعني الحافلات والسيارات الأجرة. They can get local maps أيضا يعني إذا كان هم يستطيعون كذلك get local maps الحصول على خرائط محلية local maps خرائط محلية and find out الاكتشاف حول about interesting places يعني الاكتشاف الأماكن الانترستينج الممتعة and go والذهاب and things to see والذهاب لرؤية الأشياء اللي يمكن مشاهدتها. طيب حد هنا يقول what information can you get from these things ما هي المعلومات التي أنتم تستطيعون الحصول عليها من هذه الأشياء. شنو هذه الأشياء؟ newspaper dictionary newspaper الصحيفة news تقدر تحصل على الأخبار من newspaper dictionary تحصل على الكلمات وغيرها radio news وغيرها أيضا النشرات. هاي مناقشة ممكن تصير بالصف. discuss in pairs ناقش على شكل ثنائيات يعني بينك وبين صاحبك. two you need information about things in the box أنتم تحتاجون إلى معلومات حول الأشياء في in the box في الصندوق. okay where can you find it هذا الصندوق هذا اللي مقصود به هنا أعزائي. okay where can you find it أين يمكنكم إيجادها. how to grow plants كيف يمكنكم زراعة نباتات. أيضا a big world event حدث عالمي كبير. the time of sunset وقت الغروب. okay the population of India عدد سكان الهند. when the museum is open متى المتحف يعني يتم فتحه أو يفتح. the meaning of encyclopedia معنى كلمة انسيكلوبيديا اللي هي الموسوعة. هاي أعزائي أنت وين يعني تقدر تلقاها أمور سهلة بسيطة يمكن مناقشة عليها بالصف ويصير إثراء لي المعلومات داخل الصف ومناقشة بين الطلبة. انتهت أعزائي صفحة 48 ألتقيكم في درس قادم وإلى اللقاء.